إذن مشاهدينا الكرام نسير من خلال هذه الانطلاقة الأخرى والتواصل الآخر، الشوط الرابع خاص أيضا بالأبكار، هنا في انطلاقة مميزة وانطلاقة مثيرة في انطلاقات سباق هذا الصباح، حيث تسير النقطة الرابعة لمن ستكون في منافسات هذا الصباح. البداية والمركز الأول حيث تتقدم دموع حمد بن هلال بالزفنة العفاري إلى صدارة هذا الشوط وإلى المركز الأول، بينما المركز الثاني جواهر تعود ملكيته لحميد بن حمد العويسي يحتل الآن المركز الثاني، والمركز الثالث هناك شعار الصقار يقدم لنا مهر، تتواجد مشاهدينا الكرام لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي بو يحيى اللي يقدم من خلال هذه الانطلاقات مهر. اما المركز الرابع يعني قدم شراره واصله، شراره راشد بن علي بن راشد الخاطري، ولكن اشوف هناك انضمام شعار بن ثاني شوف السويدي، هذه سلهوده محمد بن ثاني بن قطامي السويدي ما شاء الله وصلت خذت المركز الرابع في هذه اللحظات، والخاطري شعاره في المركز الخامس حيث يقدم لنا شراره راشد بن علي بن راشد الخاطري. هذه الاسماء البدايه لهذا الشوط، اكيد بلا شك يعني هناك تقريبا 22 اسم مشارك من خلاله بن يتحدد مصير هذا الشوط في المنافسات واللقاءات الجيده والاصيله. عوده الى البدايه وناخذ المركز الاول ونعود الى بن ثاني، يا سلام يا سلهوده محمد بن ثاني بن قطامي السويدي لا نغير وخذ المركز الأول، أما المركز الثاني فيتواجد شاهين بن خلفان المزروعي، هنا مهر مسجلة مهر. عموما على كل حال يمكن عند الريال نية للعرس ولا شيء، استاهل استاهل أبو يحيى. عموما على كل حال خذت المركز الثاني، المركز الثالث يعني وصلت الان جواهر حمد او حميد بن حمد بن حميد العويسي خذ المركز الثالث، والمركز الرابع وصل يا بن كراز، واصل اشوف هناك شموخ لاحمد بن محمد بن كراز المهيري، هذه الاربع المراكز الاولى المتقدمه، بينما المركز الخامس شعار بالقوبع احمد بن سالم بن مسفر بالقوبع يعني صاحب نقطه في صباح هذا اليوم، واليوم يقدم لنا كذلك بينونه في هذه الانطلاقه اللي صارت اخذت المركز الخامس في هذا التواجد. هذه الخمس المراكز الاولى اذا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. نعود إذن إلى مجريات الشوط مشاهدينا الكرام وإلى بداية الناموس، وسلهودة لا زالت مسيطرة، محمد بن ثاني بن قطامي السويدي لا زال على المركز الأول يقدم لنا سلهودة في هذا اللقاء، المركز الثاني الماهر تحتل المركز الثاني، تعود ملكيته مشاهدينا الاعزاء في هذه الانطلاقه الى محمد بن ثاني ولثاني هناك شاهين بن خلفان المزروعي والمركز الله يا جباره واصله تعود ملكيته مسري بسالم بالعرضي الحميري يحتل المركز الثالث والمركز الرابع، هذه شموخ تتواجد لاحمد بن محمد بن كراز، لكن وصل الخاطري ويقدم
شرارة 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 واصلة. راشد بن علي بن راشد الخاطري يحل في المركز الرابع الآن، يحل ضيف على المركز الرابع، يتقدم يتقدم رويدا رويدا إلى المراكز المتقدمة. ما شاء الله راحت راحت شرارة راحت شرارة واشعلت شرارة المنافسة شرارة. هذه أمامكم مشاهدينا الأعزاء، راشد بن علي بن راشد الخاطري، بينما المركز الثاني سلهودة محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يحتل المركز الثاني، أمهار في المركز الثالث، ولا من الجانب الآخر أملولة أم جبارة 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 مسري بسالة بالعرضي الحميري صاحب نقطة في صباح هذا اليوم مع وجود مشغلة، بينما المركز الثالث أمهار تعود ملكيتها مشاهدينا الأعزاء لشاهين من خلفان المزروعي بو يحيى. والمركز الرابع المركز الرابع هناك محمد بن ثاني بن قطامي السويدي مع سلهودة مع سلهودة. نشوف اللحظات الأخيرة، الميتين متر الأخيرة تقريبا على خط النهاية، والكل يبغى يحرك حرك حرك حرك، ولكن شرارة 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 مسيطر شرارة مسيطر على المركز الأول. راشد بن علي بن راشد الخاطري 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 لا زال مشاهدي الأعزاء ضيف على المركز الأول، قدم الخاطري تقدم تقدم، لكن سلهودة 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 شرارة سلهودة شرارة، ولكن شرارة روح اللحظه الاخيره اللحظه الاخيره شراره سلهوده شراره تفوز بانطلاقه هذا الشوط. ثاني راشد بن علي بن راشد الخاطري المركز الثاني، سلهوده محمد بن ثاني وقطام السويدي، امهار في المركز الثالث، شاهين بخلفان المزروعي، وهناك جباره لمسري بسالم العرط الحميري، بينما شموخ في المركز الخامس احمد بن محمد بن كراز المهيري. توقيت 8 دقائق ثانيتين مشاهدينا الاعزاء، توقيت هذا الشوط ثانينا والناموس.